بجيب المعجنات، سيلينا المشروب، مايك البزورات، وانا بعمل السلاد، وابتو بيعمل تبولة. وانا مش هجيب حاجة؟ لا يا عيب، شو انت ضيف، ما تجيب شيء. اوعى تجيب شيء. معقولة؟ اوعى هيك يعني يابا تعملنا سيربريز وتجي جايب شيء. خلاص انا هجيب الحلويات. مصر يعني؟ اه. يا الله شو عنيد، مثل ما بدك، ليك بطريقك لتشيبس والكوتيون كمان. ايه؟ لك هلا شو بدنا بقصة الاكل والشرب؟ خلونا نخطط للبرنامج. برنامج شو؟ يعني برنامج فني، كيف بيعملوا بالمطاعم؟ مثلا انا رح اقدم غنية. صوتك حلو؟ لا بس احسن من يلي بيغنوا بالمطاعم. وانا رح كون الدي جي ورح جيب الاورج تبعي، بركي بلعب شوية ميوزك مع الشباب، برقص لي شي رقصة. ليك مايك بدي عزبك بين الرقصة والرقصة، فيك تمرق لنا رقصة؟ عظيم. وانا رح اقدم البرنامج. انت؟ ايه شو رأيي؟ بس انت مهضوم. ايه ما هو لازم تكون مهضوم لانه بدي نكت. بس عادة بيقدموا البرامج بيكونوا غاليزين. اها ما انا رح اكسر القعدة بهالشغلة. ليش انت وقفت على الشغلة؟ انت مكسر قواعد بكذا شغلة. وانا شو بدكن ياني اقدم؟ انت بتقدمينا رقصة شرقية. انا؟ هلا ما تاخديها كتير باحتراف الشغلة، very professional، هيك رقصة مهضومة. بليز. بعد في عبدو. انا كمان. بليز. اوكي بس عشرت. ايه موري ستنا. بدي اسمع ولا اسمعك. ما فينا ستنا، لانه في المطربة الكبيرة الست ميمي هي رح تكون نجمة البرنامج. انه ما عليه يعني؟ فاذا حطوني ضيفة السهرة. اوكي ستنا، تفضلي معي على الاوضة. ليه؟ تنوم دي الكونترا. كريم انت شو بدك تقدم لنا بهالليلة؟ انا حلعب لكم معزوفة. عن جهد؟ ليش انت بتعرف تعزوف؟ لا بس حجيبها على الشريط جاهزة. ما فهمت. ايه هي بدها وقت النكتة، بدها وقت اكتر من نكتة امبارح. كنت واعي يا محتال. مش انت بتخلي حدا ينام؟ في غنية راب انا مألفها، بركي بكرة بغنيها بالسهرة جايز. عن جهد؟ ان انجلش؟ نو بالعربي. واو شو موضوعها؟ بلا موضوع، ما هون فكرة. وبعد في عبده. عبدو شو رح تقدم لنا؟ والله انا بالحقيقه شخصيا يعني بدي اقدم لكم جلي مجانا. وديك بينده كو 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 كو. غلط رجع عيدي. تعرف شو تعبت ما بقى بدي. يلا لا شوف الليل السهره. صباح الصباح فتح يا عليم، والجبنة فيه شي ولا ملي، بس المزاج رايق وسليم، باب الأمل بابك يا رحيم. وشو؟ شو بعرفني أنا؟ انت بتعرف شو؟ خلينا نغير الغنية. شو بدك تغني؟ مثلا شي لأم كلثوم. أم كلثوم؟ كنا صنع الشمس طلعت. والملك لله. عم تعمل؟ بتمرن. على المعزوفة؟ لا على بعد المعزوفة. ما فهمت. هبتمرن ازاي ارد الطماطم اللي هتيجي بعد المعزوفة. اه اوكي. وانتي عملتي ايه في الرقص؟ يعني بعد بتعرف عم فكر اتمرن معك. يلا